شفت فيديو زي كتير شافوه، فيديو اسمه الضابط الفرفوش، فانت طبعا دماغك هتروح ان في ضابط بيطبق القانون بس بشكل لطيف، لحد ما تلاقي حضرة ضابط الايقاع تفهم على طول ان انت في خدعة. بس الحقيقة انه انت متقمص الشخصية الجدية مع ان انت بتعمل كل حاجة غير جدية. الخلقة دي بتخش على كده، لا ده مش بتاع، لا ده مش طبال. بس فيكتشف بقى ان في طبلة وفي حوارات دي فانت بتدخل دخلة جد جدا بالنضارة الشمس بالظبط كده بشنب باشا مصر. الله ينور عليك. وبعد كده الناس تلاقي ضابط ايقاع فرفوش على الاخر. ما هي دي بقى الفكرة، المفاجأة هنا هو ده اللي معنى صح الإفيه اللي هو أنا احنا معاك حضرتك ضابط الايقاع الفرفوش. الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.